مشاهدينا مساء الخير، اهلا بكم، لقاء متجدد على شاشة الإسكندرية. وحوار اليوم دايما اعزائي المشاهدين لا نتناقل ابدا الشائعات بشكل مستفز وبشكل احنا ما احناش عارفين تفاصيلها ايه. تناقلت كل المواقع او معظم الناس الشير بتاع ثلاث الحادثة اللي فيها ثلاث ولاد تم العثور عليهم وهم بالفعل متفحمين، وقعدوا بقى يقولوا مش عارف اعضاء ايه وحاجات كده. لكن الحقيقة رفعت او اتكشف عن الموضوع النقاب اليوم، وبالفعل وبشكل كبير جدا تأكدوا انها مش جريمة مجتمعية لكن جريمة فردية، تعتبر بشكل او باخر ضمن الجرائم اللي احنا لازم نبحث فيها في مسألة التصدع الاسري، لان التصدع الاسري هيأتي بثمار جيدة ومش هيكون في دفاع اجتماعي من قبل المجتمع على هؤلاء الاطفال. اكيد الام ما كانتش ظروفها جيدة والظروف كانت مش مواتية لها خالص، واكيد كمان انه في اسرتها الاولى وده انطبع عليها في اسرتها الصغيرة ما قدرتش تديهم الحنان اللي هي حرمت منه بشكل كبير جدا. وبالفعل كانت نتاج هذه الاحوال كان ام ضحت بثلاث ولاد، هي ما حرقتهمش لكنها اهمالها ادى بها الى ذلك واخفائها للجريمة خلى كل هذا التشكيك. مش ممكن ابدا يبقى فيه كل هذا التشكيك في بيع اعضاء ومش بيع اعضاء والقصص اللي احنا شفناها في الفترة الاخيرة، لكن كل اقدر اقوله ان احنا علينا ان احنا قبل ما يعني انت بتحط بس ايدك تعمل شير، الشير ده صدقوني ممكن تاخد عليه ذنوب كثيرة جدا، لان انت بتشارك بشكل او باخر في انتشار فضيحة، بتنتشر في انتشار اكذوبة، في نشر معلومة غير مؤكدة بنتائجها بتبقى وخيمة على المجتمع. فبرجوك عزيزي المشاهد انك تتقي الله زي ما احنا بنقول في مسألة الشير دي كمان، لان الشير دي معلومات مغلوطة والله 90% من صفحات الفضائح والبحث عن ومعرفش الناس ليه بتجري على انها تروح هذه الصفحات. انا عن نفسي لما بشوف حد في صفحة من هذه الصفحات بشيله خالص من عندي من الفيسبوك، واعتقد ان ده حقي ان انا كل اصدقائي على الفيسبوك مهمة جدا انهم ما يكونوش مشاركين في صفحات اللي هي ربنا يعني اسمه العدل، اكيد الحق بيجي لاصحابه وان لم يأتي اليوم سوف يأتي غدا والديان لا يموت وكل كلمة لديها رقيب عتيد. كل كلمة انت بتقولها بالباطل ولست متأكد منها تأكد انه هيجي الديان الذي لا يموت ويقتطف لهذا الانسان. واكبر حاجة ان الواحد يستطيع ان هو يقولها حسبنا الله ونعم الوكيل ومن كان وكيله فالله وكيل الله فكفى، كفاية يعني مش عايزين اكتر من كده. عشان كده لازم نتقي الله بشكل كبير جدا فيما نصنعه في انفسنا وفي الاخرين. ده كان موضوع، ويمكن نشرة 7 عندنا نشروا بالفعل كل التفاصيل بتاعة القضية. خلينا بقى ننتقل الى موضوع الثانوية العامة. الثانوية العامة بالامس القريب ظهرت ومفيش بيت في مصر الا وكان يعاني القلق والاضطراب، ولسه لا هيصيف ولا هيروح ولا هيجي الا بعد ظهور نتيجة التنسيق. الناس لا بتقدر تروح ولا شقى عمر وسنين وجمعيات وعشان ندي ولادنا دروس وعلشان نحقق لهم الحلم او نحقق لانفسنا، لان كتير من اولياء الامور بيضطروا انهم يتدخلوا في اختيارات اولادهم وده شيء صعب برضو جدا. حول هذا الموضوع بيسعدنا اللقاء مع الاستاذ دكتور فهمي شار وكيل معهد العالي للصحه العامه واستاذ الطب المهني والوقايه المهنيه. اهلا بيك دكتور، كل سنه وحضرتك طيب. اهلا بيك وكل سنه وانتم طيبين، وسعداء جدا ان احنا نلتقي في هذا الوقت من العام، الوقت اللي فيه بتتحدد مسارات كثيره جدا، لا سيما ان ما زال حتى هذه اللحظه عندنا الثانويه العامه وما يعادلها هي الشهاده الفاصله
والتي تفصل بين مرحلة في التعليم عمرية. مرحلة أخرى. دكتور تدخلت في اختيارات ولادك في كليات بأمان؟ أولا أنا شخصيا أسرتي ما تدخلتش في الاختيار بتاعي إلى مهنة الطب. بالنسبة لأولادي أنا يعني تركتهم كل واحد يختار اللي هو عايزه. حد درس الطب؟ طبعا رغم ان قطوة. ابني الاكبر لما سالته انت تحب تروح فين؟ ففاجئني وقال لي انا احب ادرس اثار بلدي تستهويني جدا 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 جدا. قلت له اوكي وانا موافق جدا وده اقتراح جميل وانا اشجعك عليه. وبعدين سبته وخرجت وسبته يكتب الرغبات زي ما هو عايز ففوجئت انه كتب طب يعني مروح. هو الحته دي ناس كتير جدا تقعد تقول لك اصل في مهن وراثه. ابدا هي مش وراثه، لكن مش اكتر من ان البنت او الولد قدوتها في الحياه مين؟ امها او ابوها. فدايما تبقى حاسه ان نجاحات الام او نجاحات الاب هي تميل اليهم، هي مش مساله وراثه. طبعا يعني مش بالضروره خالص. كلام فعلا حقيقي. اللي أنا أحب أقوله أن الموضوع بتاع التعليم الجامعي والانتقال من مرحلة التعليم ما قبل الجامعي للتعليم الجامعي ده فيه مقومات كثيرة جدا. فالطالب نفسه من خلال دراسته بيدرس في مواد أدبية ومواد علمية، بيدرس في فنون، بيدرس في أنشطة مختلفة، بيحاول يشوف المجتمع. في الحتة الثانية شخصيته الخاصة، هو شخصيته هل هو منطوي هل هو منفتح، مهارات التواصل اللي عنده شكلها إيه، المهارات اليدوية اللي عنده شكلها إيه، المهارات الذهنية شكلها إيه، قدرته على الاحتفاظ بالمعلومة أكتر ولا قدرته على تجميع المعلومات وتكوين صورة شاملة أكتر، بعد رؤيته شكله إيه، حاجات كثيرة جدا جدا دي بنسميها الكاباسيتيز أو ما يعرف باسم القدرات الخاصة. هو بيكتشف نفسه. دي يعني حقيقة التعليم ما قبل الجامعي لابد أن يكون يشجع لهذا. وإحنا عندنا مشكلة، إحنا عندنا مشكلة في إنه مهم. طبعا مش قبل الجامعي، احنا عندنا من رياض الاطفال يا دكتور حقيقي فعلا. لان احنا ده انا بلاقي ناس اعرفها بيقولوا لي انهم بيدي ولادهم دروس في رياض الاطفال. مشكله كبيره ما بعرفش ليه. يعني عايزه اسالها اذا كانت يا بنتي تقولي لا انا عايزه اسسه. تاسسي ايه؟ يعني ايه تاسسي حاجه تانية كمان يا دكتور؟ احنا عندنا ثقافه مجتمعيه غريبه جدا انه الولد لازم يخلص ثانويه عامه وبعدين يكمل التعليم الجامعي. في كل دول العالم قد ينتهي من الثانويه العامه وبعدين يشتغل شويه يكون نفسه ويصرف بقى على نفسه في المرحله التعليميه. ليه احنا لا نتقبل ذلك؟ والثقافه المجتمعيه في المجتمع تحرم، بل يعني تكاد تحرمها بالفعل. مش ممكن ابدا ولد عنده ثانويه عامه وناجح فيها وكل حاجه وجاي يتقدم لبنتك وهو بيشتغل مثلا تقول له يا ابني لا 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 ما اقدرش، ده انا بنتي بكالوريوس تجاره كانها مثلا اخذه العالميه بتاعت زمان. لا 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 ده انا اعطيك دكتوره. انت مش عاطيني دكتوره، انت تعطيني زوجه. فايه المشكله في انك تعطيني زوجه؟ يعني ما هو انا برضو الولد اكيد متعلم وكويس ومتنور. ونرجع تاني نقول انه هو ما بين التعليم بتفرق في الحياه الزوجيه. هو طبعا حضرتك دي كله ده اجزاء كبيره قوي من حقيقه اوسع، وده بيعتمد الاسره، الشخص، السيستم او المنظومه بتبص ازاي لعمليه التعليم والتعلم. عمليه التعليم والتعلم ليست هي مجموعه من المعلومات تملى عليك فتحفظها أو تستذكرها عن ظهر قلب ثم ترصها في الامتحان الأمر الواقعي حاليا. مما لا شك فيه التعليم لازم يزود الأفق، يدي لك حصيلة من المعلومات، يزود عندك المعرفة النوليدج،
ولكن التعليم لازم يدي مساحة كبيرة جدا. المهارة الأولى إن لابد إن يساعدك على اكتشاف ذاتك. أنت بتلاقي نفسك فين؟ أنت بتتميز في إيه؟ أنت تقدر تقدم إيه؟ لأن دي أولى لبنات التطوير في العلم، أولى لبنات الابتكار، أولى لبنات إن يطلع عندنا علماء. النقطة الثانية إن بيعلمك حاجات ممكن تطبقها في مواقف متعددة، حاجة بنسميها transferable skills. إزاي أتعلم التواصل؟ إزاي أتعلم معلش أنا هقاطع حضرتك في حكاية التواصل دي وأقولك أنه ليس بالضرورة أن يكون الأول على الثانوية العامة عنده تواصل، وأكبر دليل على ذلك حملة الماجستير والدكتوراه اللي كانوا بيدوروا على شغل وهم عندهم ماجستير ودكتوراه، فكيف لك أن تصل إلى هذه المرحلة التعليمية وأنت لا تجيد الإعلان والإعلام عن نفسك؟ في مشكلة في الشخصية نفسها. عند حضرتك حق، والتعليم وظيفة من وظائفه أيضا اكتشاف نقاط القصور عندك. وعملية حي الامتحان ما هوش عملية تقييم، ده عملية تقويم. صح. بكتشف نقاط الضعف اللي عندي وحاول أصلحها، لدرجة أني في اللغة العربية نحاول أن نلغي من الأساس كلمة تقييم وتصير بدلها كلمة تقويم التي تعني التقييم والإصلاح في ذات واحد. ما أقدرش أقول لحضرتك إيه رأيك في النظام الجديد أو البوكلت أو أو اللي بيحصل، لأنه لسه إحنا مش عارفين، لكن أكيد حضرتك وأنت حاصل على الماجستير ودكتوراه ورجل تربوي وأستاذ في الجامعة لازم يكون عندك برضو رؤية، لأن المنتج اللي بيجي لك أنت بتشوفه، يعني حصيلة العذاب بتاع السنوات دي حاجة بتشوفه. فقولي بقى إيه رأيك في هذا الموضوع؟ يعني هو حقيقي إحنا بنفاجأ أن بيجي لنا في كلية الطب منتج، وبيجي لنا بعض الدارسين في وهم ناجحون بتقديرات عالية جدا سواء في الثانوية العامة أو في البكالوريوس مع مرتبة الشرف امتيازات، ولكن نيجي بقى في الحياة العملية، في الحياة البحثية، في الحياة التطبيقية، في الحياة الخدمية، لأن لو أخذت مهنة الطب على سبيل المثال رسالة، مهنة رسالة بالفعل زي ما حضرتك بتقولي رسالة، ومحتاجة مقومات محددة في الشخصية، فبتلاقي في تعثر. ومن هنا عملية الانتقال من التعليم ما قبل الجامعي إلى التعليم الجامعي لا يحتاج فقط إلى المجموع بتاع الثانوية العامة، طالبنا أن يبقى فيه شيء من اختبارات القدرات، وده كان موجود وموجود في بعض الكليات زي الفنون الجميلة، زي الكليات العسكرية، زي الكليات كليات الشرطة، بتشترط بجانب المجموع بعض القدرات البدنية، بعض المهارات، بعض المواهب الفنية، بعض السمات الشخصية، بعض المميزات، ودي بتبقى حاجات كويسة جدا. يمكن مش قادرين نعمم الكلام ده هو لتحقيق مبدأ أنا شايف إن هو يعني يمكن تداركه. البعض يقول لك كيف يمكن تداركه دكتوري؟ إزاي يعني هو وصل خلاص؟ لا أنا بتكلم على مرحلة إزاي أقبل هذا الدارس في مسار معين في التعليم الجامعي. أنا عايز لازم يمر بمراحل. طبعا أنا باخد أسئلة الناس. حد بيسأل حضرتك هو دكتور شخصي أنا هستأذنك بس في الحتة التفوق الدراسي الأكاديمي مع من شيء من المقومات الشخصية السوية اللي بيتطلبها مجال الممارسة اللي اختاره الشخص، الاثنين مع بعض يدوا نجاح وتحقيق الرسالة المطلوبة. طيب حد بيسأل حضرتك يا دكتور انه ابنه جايب 97.5 وهو مستخسر المجموعة،
يعني ابنه مش عايز النهارده يعني مجموع نقول مبروك ومجموع كويس جدا، بس طبعا هو عرضه انه يدخل طب او لا. طب انت تقول لابنك يا دكتور بقى بجد والله الحبيب. لا لا، لو ابنك عايز يدخل طب وجاب 97.5 تعنفه وتقول له طبعاً انت فاشل؟ 97.5 يعني امتياز يا دكتور. طبعا طبعا امتياز يعني طبعاً. طب ما معلش تسمح لي بس هسألك سؤال يعني خارج القسم، حضرتك دخلت طب بمجموع كام؟ انا شخصيا 95.5%. 95.5% بس سنة كام؟ في السبعينات. ايوه 95.5 ده كان كتير، ده كان حاجة و80 في ذلك الوقت كان كبير. حاجة و80 كانت تدخل طب. بالظبط يعني يعني 82 80 تدخل طب يعني حضرتك كنت من الاوائل اكيد يعني الحمد لله. يعني لكن اللي انا عايز اقوله ان اللي يجيب على السؤال دهوت مش انا، اللي يجيب على السؤال دهوت ابننا اللي ناجح. نمرة واحد، انت بتحب ايه؟ هل تحب خدمة الناس ولا تحب خدمة على المستوى الفردي ولا على المستوى المجتمعي؟ هل اذا تواجهت مع انسان متألم انت شخصيتك ونفسيتك ضعيفة قد لا تستطيع ان تحتويه؟ الطبيب دوت لازم يحتوي الألم، يكون متميز ان هو حينما يرى المتألم يبقى له نظرة ثاقبة، يبص لي كويس، يحاول يكتشف سبب الألم ويحاول ما يهربش من الموقف، يكون شخص له إقدام شخصي، يكون شخص له حتة تضحية. أنا عندي دلوقتي مشوار، أنا عندي دلوقتي وقت راحتي، لا شايف واحد متألم سوف أستجيب لهذا الألم لتخفيف المعاناة عن هذا الشخص. إذا كانت هذه الدوافع موجودة وتعطيك شيء من الاقتناع والرضا، بل شيء من السرور والاقتناع الشخصي والذاتي، أرجوك لا تتردد، الطب هو مجالك. طيب إذا لم يكن إذا لم يكن لديه كل هذه القدرة على الاستيعاب ولا العطاء ولا 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 كل ده، ولكن الأب مستخسر، يعني حضرتك بقول لك 97.5 وبتقولي قد لا يحالفه الحظ بأنه يدخل كلية الطب. يعني أنا أقول لابني إيه لو عايز دي؟ يعني لو ده حلمه إنه يبقى طبيب. طبعا مما لا شك فيه هشجعه. أيوه أقول له إيه لو ما دخلش؟ ما هو دي إشكالية. تانية بقى إشكالية. إشكالية كبيرة جدا، أقول له أنت كنت فاشل، أنت ما ذاكرتش، لا أنت قصرت ب 97.5 يا دكتور. ده نظام غريب جدا التلقيني اللي إحنا فيه ده. بكل تأكيد 97.5 مش بالضرورة تيجي طب. تمام. لكن طبعا ممكن يعني يبقى في مشكلة من المجموع السنة دي، يحصل فيه تغيير أو شيفت أو إلى آخره. طيب أنا ببص للنقطة التانية، هو طبعا الوقت المعاصر أنا علي أن أنا بحط كافة الاحتماليات بتاعة الطب. نمرة اتنين، في كليات أخرى في ذات المجال ممكن تديني فرصة لهذه النوعية من التواصل وتقديم الخدمة للناس. مجال مش الطب البشري بس، طب الأسنان، الصيدلة، مجال العلاج الطبيعي، مجال العلوم الطبية المساعدة. النهاردة بقى في عندنا ولأول مرة هيكون في حاجة اسمها كلية العلوم الطبية المساعدة. لا دي حاجة تانية، لكن في لكن في كمان الطب العسكري أو الطب العسكري يعني بياخدوا بنين وبنات. طبعا طبعا ده كلام رائع جدا جدا جدا، بس طبعا في اشتراطات اللي انا كنت بقول عليها في الاول. ان لازم يكون مع المجموع مهارات شخصية ومهارات زي يا دكتور يعني دي يعني زي مهارات نفسية. اوكي يعني فيها اختبارات زي مثلا كليات الحربية ولا اصحابك يعني قلت لي انك متواصلين معاهم يعني. ايوه طبعا هو فيها بعض الاختبارات بس مش بالمستوى التقني بتاع الكليات. 99 في ثانوية عامة أكيد بيلبس نظارة زي حالاتي كده.
لانه النهارده الليزك ممكن لا لا بس الليزك على فكره بيتم كشفه على طول في الاختبارات يعني بيتعرف على طول بيأثر على سمك القرنيه طبعا لا وحتى كمان اذا انا دخلت كليه وانا بكذب وطبيبه وكذابه يعني ما فين الامانه يعني لا الأمانة لكن مثلا كل الاطباء او معظم عشان ما نقولش كل معظم الاطباء من المذاكره والبحث العلمي وكده والقرايه الناس اللي بتقرا كتير عينيها بتتاثر الناس اللي بتقعد ساعات طويله على انها تبحث وكده عينيها برضو بتتاثر بشكل كبير جدا لا معلش اختلف مع حضرتك هناك فرق بين الاجهاد البصري والايرورز اوف ريفراكشن يعني العيوب بتاعت حدة الإبصار عيوب حدة الإبصار لا علاقة بقطر مقلة العين ودي ناحية تكوينية وراثية شخصية ممكن ما يدخلش بسببها لا معلش أنا بتكلم علميا لكن اللي بيقعد يقرأ كتير ممكن يجيله إجهاد جدا من عملية التكيف يجيله نوع من انواع الصداع فدي قصه لا ولازم هيلبس نظاره دكتور يعني بعد شويه لا والله انا شايفه كل اللي حواليا كده بدليل ان معظم او 90% من الاطباء بيلبسوا نظاره هو البحث والقراءه وانك تبقى بتدقق بشكل كبير جدا عايز تعمل مثلا يعني سيرش على 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 موضوع معين فتاكد ان انت بتاخد وقت طويل جدا مع حضرتك في الجزئيه ديت ولكن النظارة يعني يمكن يكون العيب في حدة الإبصار بسيط ولكن مع طول القراءة يحصل إجهاد سريع فاحنا بنلبس نظارات حتى مع عيوب إبصار بسيطة لحماية العين من الإجهاد بس ما فيش مشكلة دلوقتي يقدروا ما يلبسوش نظارة في حاجة اسمها فيمتو ليزك فيعني ده حاجه كمان احدث من ليزك ارجع للنقطه المهمه اللي انا عايز اقول عليها اني المجتمع كيان متكامل كيان متكامل وانا شخصيا صحيح لي طموحات عايز احقق هدف معين مستقبل معين في ذهني ولكن الظروف بتحطني في موقف معين والظروف دهيت بعضها انا ليا دور فيه النتيجه بتاعتي في الثانويه العامه مما لا شك فيه ليا دور كبير فيها من خلال مذاكرتي من خلال طريقه تفهمي للطريقه التدريسيه اللي بيتم بيها البرنامج التعليمي ولكن في ظروف خارج عن ارادتي الظروف اللي خارج عن ارادتي دهيت بقى دي بتاعت ربنا سبحانه وتعالى ولازم الواحد ايه يعني قل لن يصيبنا الا ما كتبه الله لنا بالفعل حته الرضا الحمد لله حته اني النقطه اللي انا فيها دي مش اخر المطاف لا ده من النقطه دي لازم اخلق قصه نجاح هي دي قوه الشخصيه فافضل المعطيات في ضوء الظروف اللي انا فيها لازم ابتدي افكر فيها سيما النهارده ان بقى في تطوير في التعليم الجامعي يعني في حاجه اسمها التعليم المفتوح في حاجه اسمها البرامج المكثفه لتحويل المصاري وهقول مثال على القصه دي دلوقتي حقيقي بس ما قتلتش بنتاج جيده يعني ابدا لا ده قعدوا سنوات طويله في تحويل المسار دي ويعني الولاد كانوا بياخدوا مثلا 6-7 شهور وتحديدا خريجين الكليات النظريه عشان ياخدوا حرف معينه وما كانش بيتوفر لهم احب اقول انا عايزك تتكلم عن التعليم مش كل الوضع ومش كل الحالات هرجع تاني اذا لم يحالفك الحظ في المسار الحالي ادرس مقومات شخصيتك وادرس حاجة مجتمعك من البرامج اللي انا بقى اشيد بيها فعلا في جامعة اسكندرية ببرنامج كلية التطبيق ايوه انا بقى عايزة حضرتك تتكلم عن البرامج أيوة. الخاصة زي الاس اس بي في هندسة وكلية التجارة
عندها برضو مشروع كويس قوي وتوأمة مع جامعة عالمية. الكليتين دول عملوا اللي الجامعات الخاصة بتعمله وأعطوا فرصة لولادنا اللي لم يحصلوا على 97.5 أو 99.9 إنهم يدخلوا التعليم أو البرامج الخاصة. الأب والأم يتكلفوا زيادة لكن هو ده العادي. ما احنا لازم ندفع أجر مقابل خدمة. انت بتدفع المبلغ ده وابنك بيقعد في مدرج مكيف في عدد قليل، الأساتذة عارفين طلابهم زي ما احنا كنا زمان، زي ما كان أيام الكلية أيامي وأيام حضرتك لو بتشوف. بكل تأكيد هذه النوعية من البرامج هي برامج مميزة، ودي هي خطوة نحو استعادة الحياة الجماعية جماعية زي زمان، صح، لأصولها التعليمية والتدريسية، صح. ودي يعني حقيقة احنا بنشجعها جدا، ومعنا الأستاذ الدكتور عصام الكردي متبني تشجيع شديد جدا جدا لهذه النوعية من البرامج، كذلك الأستاذ الدكتور هشام جابر نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب، والأستاذ الدكتور عبد العزيز قنصوة نائب رئيس جامعة اسكندرية حاليا لشؤون خدمة المجتمع وعميد كلية الهندسة السابق، هو صاحب بالظبط لتكوين هو طبعا طبعا دكتور عبد العزيز قنصوة الحقيقة يعني يعني قفز بكلية الهندسة قفزات عالية جدا فعلا جدا جدا فعلا. واحنا عندنا في المعهد العالي للصحة العامة رغم ان هو دراسات عليا الا اننا عملنا برنامج جديد جامع مع 5 جامعات، 2 اوروبيين و3 جامعات عربية مغربية ولبنانية. يستطيع الطالب الحصول على الماستر الماجستير من خلال نظام الكريدت اورز الساعات المعتمدة. هذه مجموعة من الجامعات بحيث ان ممكن ياخد دكتور ما فيش حد دلوقتي غيرنا بس مواد ومقاصة وكده دكتور ما فيش حد طالب ابدا دلوقتي في جامعة عالمية او في جامعة برا مصر بيتعامل زي ما احنا بنتعامل. كريدت اور سيستم بيبني الشخصية، بيبقى معاك مرشد اكاديمي اللي هي نظام التعاقد المعتمدة طبق في كلية الهندسة وكلية التجارة على ما اعتقد لسه مش كل كلية الطب. لا كلية الطب جامعة اسكندرية. الاس اس بي برضو. الساعات المعتمدة. في برنامج معين لكن مش في كل الكلية. لا في كل الكلية. الكلية كلها. طبعا نظام ساعات معتمدة. والله. ولكن بنظام ما يعرف باسم الموديولز. ايه الموديولز بقى دي يا دكتور؟ ده غير النظام القديم اللي كان بيعتمد على الترمات وتلقي العلوم الاساسية في السنوات الاولى. وبعد كده نروح للجزء الكلينيكي والتطبيقي، لكن بياخد الطالب باكج مثلا الجزئيه الخاصه بامراض القلب، ياخد التشريح مع العلم وظائف الاعضاء مع علم الامسجه مع بعض نواحي تطبيقيه مرضيه في موديول في جزئيه متكامله. فده مهم قوي، اتمنى من الله ان يعني بعد اخر للعملية التعليمية. الجزئية اللي أنا كنت بأشير لها في برنامج كلية التمريض أن حالياً أصبح ممكن أن حضرتك أو حضرتك بعد الحصول على بكالوريوس أو ليسانس في تخصص معين وتجد في نفسك المؤهلات الشخصية للعمل في مهنة التمريض، وهي المهنة الملائكية للتعامل مع المرضى وتنفيذ الاشتراطات العلاجية والرعاية الصحية والتأهيلية وبعض النواحي الوقائية، ممكن تاخد كورس مكثف لمدة 6 شهور ومنها وبعدها يتم حصولك على شهادة معادلة لشهادة التخصص التمريضية وتؤهلك للحصول على وظيفة مزاولة مهنة التمريض في مصر. وبنين وبنات يا جماعة مش في مصر بس، اللي معتمد في مصر في التمريض
بالذات معتمد على يعني في الدول العربية على الأقل وتستطيع الحصول على مهنة على وظيفة في المعتمدة طبعا في البلاد العربية سريعا طبعا. لكن البلاد الأوروبية أو بتحتاج نحتاج بعض الدراسات والمعادلات في كل الجامعات المصرية الخاصة والحكومية الخاصة والحكومية بنحتاج شهادة معادلة عشان الولد أو البنت يلتحق بماستر إلا في 3-4 جامعات عالمية بياخدونا زي ما احنا كده. لكن كل الذي يعتمد على حسب التخصص بمعنى إيه؟ كليات الهندسة معترف بيها في بعض الجامعات العالمية كلها. في بعض معترف بيها في بعض الطب أنت لو روحتي الولايات المتحدة الأمريكية نفسها الطب مش معترف به من ولاية لولاية عشان تنتقل للعمل من ولاية لولاية لابد ان انت تاخد اجزاء تكملية. ده مش معناتها ان الطب مش معترف به ولكن لازم تعرف فكرة عن سيستم التطبيق نظام التطبيق مش ايه الاصل في الموضوع بس. لا يا دكتور اختلف معك. ما هو الاصل في الموضوع انا بجيب اهل الصناعة لسيادة الوزير أقره بشكل كبير جدا قال انه ما فيش ابدا حد ياخد ليسانس او بكالوريوس الا ما يكون اخد ساعات تدريب من اهل اي مجال. اوكي أي مجال. يعني احنا مش عايزين ايه نخلط برضه المسارات الفنية والمسارات التقنية والمسارات التكنولوجية والمسارات اللي فيها شيء من العمل العلمي. ايوه محتاجين تفاعل ما بين المجتمع بالزبط. ما بين الصناعة وما بين الجامعة. لكن بتكلم على الطب لما اروح ناحية الطب ايوه اتدرب فين يا دكتور المستشفى بتاعته شكلها ايه معايا يمكن اتفرج حضرتك بعد الحلقة مقالة في البريتش ميديكال جورنال ودي بتقول ان الطبيب المصري في التعليم الطبي تم تقييمه في الولايات المتحدة الامريكية فوجد ان هو الترتيب الثاني. طيب بص برضو حضرتك في حين ان اللي تعلمه البيزك اديوكيشن او التعليم الاساسي الطبي في الولايات المتحدة الأمريكية نفسهم كان ترتيبهم العاشر. طيب حضرتك برضو لا معلش لازم أنا مش بأقل لا يا دكتور فهمي لا احنا ما بنقدمش بص أنا مش بقول لكن برضو نعتز بأنفسنا واللي أحب أقوله لازم خلي بالك احنا بنعتز بأنفسنا دكتور فهمي لكن احنا عالميا مش ما عندناش تصنيف لا بعد إذن حضرتك ما نقدرش نخدم أبد نخدع المشاهد بين التصنيف العالمي للجامعات وبين كفاءة الخريج المتميز هيطلع ازاي يا دكتور معاكي. واحنا في جامعة اسكندرية عندنا برنامج لتحسين التصنيف ايوه احنا نقول بقى ده نقول ده للمشاهد طبعا مما لا شك عشان بس الناس حقيقة. لان الولد او البنت اللي هو المنتج اللي بيروح سوق العمل بيصدم لما يجي ياخد ماستر مثلا بعد ما خلص وعلى فكره لسه في جامعه اسكندريه ده في حتى الجامعات الخاصه اللي انت بتدفع دم قلبك عشان تجي تطلع ولد متدرب كويس متعلم كويس تيجي تفاجئ بجامعه معروفه خاصه وجامعات كبيره جدا خاصه تفاجئ ايه ده الشهاده دي لازم لها مقاصه تقعد لها سنه في الخارج عشان ياخدوك ماستر فديت بتعمل للولاد راو فعشان كده بنقول التصنيف العالمي حقيقي النهارده ما بقاش ذلك الراو المزعج زي ما الناس متفهمه او حضرتك يمكن الانطباع موجود لان التصنيف العالمي ده له مسارات متعدده في تصنيف باسلوب الامريكي في بالاسلوب الاوروبي في النهارده باسلوب شرق اسيا وكل تصنيف ربما لا يلتقي مع الاخر ومع فنلندا فنلندا من الدول اللي متقدمه جدا في التعليم تختلف في عناصر التصنيف يعني التصنيف الامريكي بيعتمد على حسب البابليكيشنز على حسب السيتيشنز قد ايه مخرجات بحثيه وقد ايه منتجات علميه في صوره مقالات بتصدر في الدوريات العالمية لها مستوى بحثي لا حضرتك بتكلمني عن بعض الهاي سكول لا انا مش مقصودش كده انا بقول ابني الخريج
الخريج لازم يكون له فرصة. مدرس الخريج أستاذ هيئة التدريس وعضو هيئة التدريس لن يكون عضو هيئة التدريس ما لم يكن له مخرجات بحثية. بيقعد طول عمره يذاكر. بالضبط كده. والمخرجات البحثية ده هي اللي بتقول اللي درس مستوى عالي ولا مش مستوى عالي. بس أنا أتمنى. لذلك جامعة اسكندرية متبنية موضوع النشر الدولي جدا جدا جدا. والكلام ده بقول لحضرتك ان السنة دي الحمد لله في ارتفاع في مستوى التصنيف في جامعة اسكندرية على مستوى العالمي وعلى المستوى الاقليمي وعلى المستوى العربي. ما احناش يعني لكن نحن من اوائل جامعات مصر الجامعة التانية ربما في مصر. وده مبني على الاليات المتكاملة. بس هقول لحضرتك عشان بس انا ابقى عندي مصداقيه لكل الناس اللي بتبعت لنا لحضرتك ان منتج وتدان في الكليات النظريه والكليات العمليه اكتر لان عدم وجود معامل كثيره عدد الطلاب كثر جدا داخل المدرجات لم يعد مثلا طالب كليه الطب يتلقى تعليمه بشكل جيد وعملي في التشريح وفي المعامل وكده كما كنتوا تتلقوها انتم مثلا في نسبة وتناسب. النهاردة هذه الكليات معلش بعد إذن حضرتك بتسعى نحو الاعتماد والاعتماد في شيء من المعايير الدولية. والكلية لما نقول عليها كلية معتمدة يعني فيها شيء من السعي نحو تطبيق المعايير الدولية. لا معلش أنا نظرتي يعني تفاؤلية جدا. مين قال ان احنا مش لازم نكون عدل؟ نحن نعلم نقاط الضعف فعلا اللي حضرتك ذكرتي بعضها الاعداد الكبيره بعض النقص قله المعالم البحث العلمي والمعمليه. رجعنا تاني للبحث العلمي المنظومه كلها ولكن تتحسن بخطى ثابته وسريعه. النهارده في كليه الطب بقى في عندنا فرع جديد في سموحه وده يعني ده مش فرع جديد يا دكتور ده بقاله مش فرع جديد للكلية ده هو مستشفى آخر موجود في سموحة بقاله سنوات يعني مش جديد خالص ده المفروض كان يتفتح رسميا من حوالي 4 سنين حضرتك قلتي ولكن حاليا دلوقتي بقى في تقنيات عالية مسطرة في طبعا حديثة جدا في أقسام متميزة أكيد فده بقى مفعل اذا ده في شيء من النقله النوعيه اللي تعليها اكيد يا دكتور نورتني وشرفتني. لكن قبل ما نختم هذا اللقاء في عده نقاط اساسيه نحب ان احنا نقولها خلاصه لهذا الموضوع بالنسبه للثقافه المجتمعيه. انت عزيزي المشاهد من تسعى الى ان ابنك ياخد دروس خصوصيه وتجيب وسائط الدنيا علشان ابنك ياخد الدروس الخصوصيه لعدم ايمانك بان دور المدرسه مهم والمساله بتبقى عدوى في اول السنه الاولاد بيروحوا بعد شويه بيلاقيهم بيتسربوا من التعليم وخلاص بناخد دروس. لو احنا اصرينا وضغطنا على نفسنا شويه وما ابتهدناش من دلوقتي امبارح تحديدا كان معايا الاول على الثانويه العامه وقال لي كنت باخد دروس من شهر 7 رغم انه الاول على الثانويه العامه ومن اسره كل اخواته برضو نفس الحكايه يعني عندهم تجارب في الثانويه العامه الا ان المساله دي ثقافه مجتمعيه. الجزء الثاني يا عزيزي المشاهد خلينا نشوف النظام التعليم الجديد مش هنخسر اكتر من اللي احنا خسرناه لان التعليم في الفتره الاخيره لم يصبح هذا المستوى الذي تعلمنا نحن فيه على ايامنا لا في المدرسه الاولى ولا في المدرسه او في المرحله الجامعيه. انا اتذكر جيدا ان اساتذتي في الجامعه كانوا يعرفوننا بالاسم يعني عرفنا بالاسم اذا لم يكن بالاسم كده الا انه بالشكل ويتذكره. وكنا ايضا على الجانب الاخر نحترم اساتذتنا ونجلهم. ليه؟ لان هم كانوا قيمه مفيش واحد منهم مد ايده اخذ فلوس درس خصوصي. المسألة دي بتحطم وبتكسر حاجز الاحترام بشكل كبير جدا. لو يتفهمها المدرسين لكانوا اكتفوا بالكادر واصروا على ان يكون لهم كادر واصروا على انهم يكونوا في مجموعات تقوية داخل المدرسة وما يروحوش بيت اي طالب او طالبة. ده جزء. الجزء الثاني بقى
هو انا مستخسر مجموع ابني. اتمنى من الله عز وجل انك انت تتقي الله في نفسك وفي ابنك، ما تستخسرش. مش كل طبيب ناجح، مش كل مهندس ناجح، مش كل مذيع ناجح، وقد يكون طبيب ولكنه لا يستطيع ان يكون ملاك رحمة، قد يكون محامي ولكنه يستطيع تحقيق ذاته في هذه هذا المجال. وعشان كده مهم جدا. زائد بقى الناس اللي طول عمرهم اوائل ما جابوش مجموعة في الثانوية العامة، الثانوية العامة ليست المعيار وليست نهاية العالم. يعني انا بتذكرني زميلتي معدة البرنامج منى مرسي، بنتها السنة اللي فاتت هي الاولى عبر سنوات طويلة من وهي في الحضانة لغاية الثانوية العامة، هي الاولى او التانية بالكتير تكون التالتة. السنة اللي فاتت ما جابتش 99.5، فيعني طب ما ايه يعني 99.5؟ ولكن ربنا لانه هو عارف كويس جدا ما كانت تحلم به وتتمناه، دخلت كلية الهندسة. ازاي بقى ربنا يعني رغم انها ما جابتش 99.9 اللي احنا بنسمع عنها كثيرا في هذه الايام؟ اتمنى من الله عز وجل ان نغير ما بانفسنا، عشان ربنا مش هيغير حاجة الا اذا احنا بالفعل اتغيرنا وعرفنا ان العلم قيمة بعيدا عن عن المجاميع، ان العلم قيمة بعيدا على ان انا هبشتغل ايه ولا فين، وان العمل ايضا قيمة، والقعدة في البيت ديت من الممكن حتى لو انا بروح شغلي وانا باخد مبلغ زهيد، لكن انا رايحة بحب، المسألة تختلف كثيرا. تحياتي مشاهدينا وتحياتي الاستاذ الدكتور فهمي شارب. احب اضيف كلمة صغيرة خالص، حقيقي فعلا زي ما حضرتك قلتي واتفق معاكي تماما، بس يا ريت كل الناس ياخدوا هذه الجرعة التفاؤلية، مهم قوي التفاؤلية. في قصور عندنا في حاجات كتير، ولكن من فضلك نحن نسعى إلى الأمام، مجتمعنا بينطلق إلى الأمام بحق وبصدق، مش النهاردة أحسن من امبارح. اكتشف نفسك، حاول تعرف أنسب ما يمكن أن تستغله من الظروف المحيطة. بص للمستقبل بعين تفاؤلية، في حاجات كويسة كتير أكيد. زودها من فضلك، انت لك دور. تحياتي يا دكتور، تحياتي، الى لقاء قادم في الاسبوع القادم. تحياتي امل صبح.